أول شيء نشكر سماحة الشيخ على استقبالنا عنده، وكانت فرصة كتير حلوة لإلنا نقدر نعمل نقاش مطول ومعمق بكل المسائل الوطنية والوجودية، وتركز الكلام أولا على تمسكنا بلبنان بوحدته، واعتبار كل مواطن لبناني هو مسؤولية بالنسبة لنا وهو أخ لنا، وعلينا الحفاظ على كل مكونات وعلى كل أفراد الشعب اللبناني. وهذا الشيء لا يمكن أن يتأمن إلا بالمساواة، وكان تركيزنا بخلال هذه الجلسة على أن المساواة والشعور بالمساواة عند كل اللبنانيين هو يلي ممكن يأسس لبناء الدولة، هو يلي ممكن أنه يسهلنا كل مهماتنا. وعبرنا عن وجهة نظرنا بهذا الموضوع أنه الشعور باللامساواة عم بيكون هو الدافع الأساسي يلي عم بيخلق التشنجات يلي عم بتصير اليوم بالبلد. لهذا السبب إذا بدنا حقيقة ننقل البلد إلى مكان أفضل، وإذا بدنا حقيقة نرجع نطوي صفحات التشنج والتوتر اللي موجودة بالبلد اللي عم تنعكس على كل المستويات، عم تنعكس بالاستحقاقات الدستورية، عم تنعكس بالنقاشات السياسية اليومية، إذا حقيقة بدنا نفتح صفحة جديدة، هذه الصفحة لا يمكن أن تفتح إلا انطلاقاً من مبدأ المساواة بين اللبنانيين ومرجعية الدولة. وكثير كنا مرتاحين بالجلسة اللي صارت اليوم، وتمسك سماحة الشيخ بمبدأ الدولة، بمرجعية الدولة، وبمبدأ المساواة بين اللبنانيين. وأكيد من هذا الصرح ما فينا إلا ما نرتكز كمان على مبادئ أساسية للإمام علي يلي رفض الظلم، يلي كان عنده مواقف جدا جدا متقدمة بكل ما يتعلق بكرامة الناس وبمحاربة أي ظلم عم بيوقع على أي حدا. ونحن بنعتبر انطلاقا من هالمبادئ هيدي السامية يلي بتتميز فيها الطائفة الشيعية بشكل عام، لازم نحط حالنا محل الآخرين ونفكر محله. هل نحن لو كنا محل الآخر شو كانت ردة فعلنا؟ إذا كل واحد منا حط حاله محل التاني وصار يفكر من هيدا المنطلق، أنا أكيد فينا كتير نتقدم لقدام. إذا كل واحد بس غطس صار يفكر انطلاقا من هو كيف شايف الأمور وما أخذ بعين الاعتبار الآخر كيف عم بيفكر، ما رح نقدر نوصل لنتيجة. مشان هيك من واجب اللبنانيين أنه يحطوا حالهم محل بعض. أنا لازم فكر لو كنت أنا بمحل مواطن من الطائفة الشيعية يلي عم بيتعرض للقصف وللتهديد الدائم وشعور بالغبن بمحل معين، كيف كنت تصرفت؟ وعلى كمان أبناء الطائفة الشيعية حطوا حالهم محل أبناء الطوائف الأخرى يلي شعرانين اليوم أنه هن مواطنين درجة تانية بلبنان، هن شو كان بتكون ردة فعلهم بهذا الوضع؟ فأنا بالنسبة لي المهم أنه نتحمل مسؤولية وطنية، وهذه المسؤولية الوطنية ما نقدر نحققها إلا ما يكون عندنا النضوج الكافي الاستفادة من تجارب الماضي. كلنا قطعنا بهالمراحل، كلنا قطعنا بمراحل كان معنا سلاح وكنا مقاومات وكنا وكنا وكنا، وكلنا قطعنا بتجارب كنا أقوى من الآخرين في الدولة، وكلنا هيدا الدولاب برم على الكل. كم مرة لازم يبرم قبل ما نستوعب أنه ما فينا نكمل كل واحد عم بيستقوي على التاني، ولازم نخلق شراكة ومساواة حقيقية انطلاقا من نظام سياسي يضمن حقوق الجميع
وانطلاقا من سيادة الدولة ووحدة القرار في الدولة ووحدة السلاح في الدولة اللبنانية. هيدا هو يلي رح يريح الجميع. فانطلاقا من هون نحن بنتمنى أن يكون في حوار جدي، هيدا الحوار يكون منفتح، وكلام يلي سمعناه من سامحة الشيخ اليوم جدا مطمئن على المبادئ يلي انطلق منها، يلي هي بالضبط المبادئ يلي نحن عم نطالب فيها. وإذا اليوم حقيقة بدنا نفتح صفحة جديدة بتاريخ لبنان، عندنا عناصر موجودة وكافية لفتح هذه الصفحة الجديدة من ناحية المبادئ المشتركة يلي سمعناها اليوم يلي جدا مطمئنة، على أمل أنه هذا الشيء يترجم بالأداء السياسي عند القوى السياسية. ونحن بالنسبة لنا دائما منفتحين ومدين اليد ومتمسكين بلبنان، ولكن انطلاقا من المساواة، انطلاقا من مرجعية الدولة، مرجعية الدستور، تطبيق القانون على الجميع بالمساواة من دون ما يكون في صيف وشتاء ببلد واحد. يعطيكم العافية، شكرا.